تعليق مشاهدينا على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتور هدى بفالح الكبيسي. أهلا بكم إلى هذه إلى استوديو رافدين. البلد الذي يسبح على بحر من النفط يأتي في المرتبة السادسة على مستوى الوطن العربي من حيث الأكثر جوعا، كيف يمكن تفسير ذلك برأيك دكتورة؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. في حقيقة الأمر يعني أصبح الفقر مؤشر يشار إليه كسمة أساسية في العراق على الرغم من امتلاك هذه الموارد الاقتصادية الكثيرة والكبيرة. وهنا أحب أن أشير وأنوه على ما ورد أيضا في تقرير استوديو رافدين الذي يخص بخط الفقر الوطني. نعم هو محدد 22.5%، نعم صحيح، ولكن هذا ما حددته طبعا الجهات الدولية، ولكن هو في حقيقة الحال هم اتفقوا على أن يوقفوه عند 22.5%، لكن هو في حقيقة الحال 32%. وهنا أحب أن أستوضح نقطة مهمة، أن ما يشار إليه بخط الفقر الوطني حسب في العراق على أساس دولار وربع للفرد الواحد، يعني أن هذا الفرد يعتاج على دولار وربع. وهناك لأن أفراد تقاس خط الفقر على أساس 3 دولارات وهنالك 5 دولارات وأكثر إلى 57، ولكن حدد في العراق على دولار وربع. وهنا نشير إلى أنه في 2012 كانت النسبة 2.5% بالنسبة للأفراد الذين يعيشون تحت دولار وربع يعني يوميا، وبالمقارنة ما حدث في 2017 إلى 2018 طبعا زادت هذه النسبة إلى 4%. وهنا أيضا نلاحظ أن الدولة لم تستطع أن تعمل على حل مشكلة الفقر باستراتيجية الفقر الأولى اللي هي كانت بين 2014. إذن هل الدولة تتحمل هذه المسؤولية دكتورة؟ نعم. إذا الدولة هل تتحمل هذه المسؤولية؟ نعم أكيد تتحمل الدولة المسؤولية، على الرغم من أننا نقول أننا مررنا بملفات كثيرة، إرهاب وغير إرهاب وغير أشياء أخرى مرتبطة بالأمن البلاد، ولكن الأمن الاقتصادي أيضا جزء كبير مهم من الأمن السياسي للبلد، وبالتالي هذا يقع مسؤوليته على المخططين وعلى الدولة. الحكومة كان أجدى بها أن تعمل على حل هذه النسبة، وليس أن النسب تزداد يوما بعد يوم سواء على صعيد المحافظات أو على صعيد البطالة أو على صعيد الفقر المدقع بشكل عام. وبالتالي نحن أمام مشكلة كبيرة جدا، يعني حتى ما تم وضع من استراتيجية فقر ثانية اللي هي من 2018 إلى 2022، إذا هذه يعني حسب البنود الموجودة فيها هو خلق قطاع خاص وإلى آخره من أجل أنه تخلق فرص عمل وبالتالي أن تقضي على البطالة وحتى يرتفع الدخل ويقل الفقر، هذا الشيء لا يمكن أن يحدث بمجرد التفكير بعدم وجود استقرار أمني في البلاد، وبالتالي هذه معضلة كبيرة. من سيأتي ليستثمر أو كيف يلقي القطاع الخاص أن يعمل في ظل أجواء؟ قبل الحديث عن القطاع الخاص دكتورة هدى، قبل الحديث عن القطاع الخاص، إذا المستشار المالي رئيس الوزراء مظهر محمد صالح يقول بأن العراق يعاني من خلل كبير بتوزيع الدخل والثروة، أيضا هناك إحصائية تتحدث عن إيرادات نفطية عن شهر كانون الثاني الماضي فقط بلغت حوالي 67 تريليون دينار. يعني قبل الحديث عن القطاع الخاص وعمل القطاع الخاص وما يدخله القطاع الخاص، أين تذهب واردات الدولة إن كان هناك خلل في توزيع الثروة؟ نعم نعم صحيح، يعني أنا أتفق معك، هنالك أكثر من 7 مليارات دولار حقق العراق من بيع إيرادات النفط في الشهر الماضي، وبالتالي هنا الحديث كيف يتم تخطيط لمثل هذه الأرقام، أين تذهب هذه الأرقام؟ يعني إحنا لا نستطيع أن نقول أننا نستفاد منها في أغراض التقاعد أو الرواتب إلى آخره، هذه الأشياء محسومة ومحسوبة منذ البداية منذ وضع الموازنة. هنالك أشياء أخرى يجب الأخذ بنظر الاعتبار، يعني إحنا تطلع مقاييس العراق أكبر مقاييس بين الدول العربية، وإحنا في أعتى فترات الحصار الاقتصادي لم يشكل العراق فقرا اقتصاديا بنسبه الآن كما شكلها في التسعينات، وبالنتيجة يعني كنا في وضع أيضا سيء جدا، ولكن بالنتيجة الوضع تفاقم. لو نرجع إلى النسب ما بين 2007 و2014 نجد أيضا
الخط الفقر الوطني الذي تحدثتم عنه هو 22.5%، كان هذا الخط في 2012 18.9%، وهكذا ازداد هذا. وانا ذكرت واشرت قبل قليل الى انه يصل الى 32%. اذا ما بين هذه الارقام، ما بين 18 و22 الى 32، نحن في حاله تزايد مستمر لخط الفقر الوطني، ولا يوجد هنالك من حل لهذه المشكله. يعني كل الخطط التي يقوم بها العراق ويتخذها، لن احد يسال نفسه لماذا لم تنجح خطه استراتيجيه الفقر الاولى؟ يعني غير احنا نفكر انه لماذا حتى جينا على استراتيجيه الفقر الثانيه؟ اذا حتى هذه استراتيجيه الفقر الثانيه التي الدوله في صددها الان في 2018 سوف لن تنجح لسبب جدا بسيط، لان عندك نمو اقتصادي، وعندك ايضا نمو سكاني، وعندك ناتج محلي اجمالي، اي ما يدخل من ايرادات الدوله خلال فتره زمنيه تقدر بسنه. هذا كل هذا العوامل، وبما ان معدل نمو سكان 3% الى 2 الى 2.5% حوالي هذه النسبه، وعندك الناتج المحلي الاجمالي اقل من ذلك، انك سوف لن تحقق نموا اقتصاديا بشكل عام، وبالتالي ستجابه مشاكل اخرى وازدياد في معدلات التضخم، وهذا ما يواجهه الان العراق في ارتفاع معدلات التضخم بين شهر واخر نسبيه مختلفه عن النسب السابقه وحتى عن السنه الماضيه. دكتوره برايك لماذا يفسر او بماذا يفسر تاخر الحكومه لتقديم الموازنه حتى الان، يعني مع الحالات التي والارقام التي تذكرينها وما يذكر ايضا من مراكز الاحصائيه ومراكز البحوث عن حاله الفقر المتزايده، ومع الايرادات الكبيره التي تاتي الى الحكومه وعدم معرفه اليه صرف هذه الايرادات، لماذا نرى الحكومه الان تتاخر بوضع ميزانيه او اصدار الميزانيه الخاصه بالعراق؟ نعم، أكيد هنالك أسباب تقنية وأسباب كثيرة إدارية وفنية، وبالتالي هي حكومة تصريف أعمال وهي تعمل في الوقت الضائع إلى آخره، وبالنتيجة أيضا هنالك من يصرح في بعض الأحيان أننا سنحقق نموا اقتصاديا عاليا في 2018، وهذا أيضا ليس بصحيح. يعني إذا حققنا نموا اقتصاديا قد يكون جيد، هو أكيد ما بين 1 إلى 2%، وبال 2019 محدد او يعني متنبأ به انه 1% سيكون. انت عندك هذه الارقام كلها، هي الدوله هذه ارقام دوليه من الدولي، وبالنتيجه انه الدوله يجب ان تعتمد على ارقام اساسيه تعرف كيف تتعامل معها، وليس على ارقام التي يظهرها البعض من قبل الوزارات في العراق بانهم سائرون نحو تحقيق خطى جيده وحل المشكلات. نعم، هذا النمو الاقتصادي الذي يتحدث عنه الا يرافق النمو الاقتصادي تراجع بنسبة الفقر، أم أنه يعني يزداد النمو الاقتصادي ربما في وفق التصريحات، ولكن نسبة الفقر تزداد بشكل كبير؟ يعني هناك 50% من المحافظات التي توصف بأنها اقتصادية وبأن الاقتصاد العراقي يقوم عليها الآن، باعتراف المستشار المالي لرئيس الوزراء يقول بأنها من أفقر المحافظات في العراق. عفوا أي دولة؟ اي محافظات؟ المحافظات 50% من المحافظات التي تعتبر اقتصاديه في العراق، والتي هي يقال بان الاقتصاد العراقي يقوم عليها، هي من افقر المحافظات في العراق، ومثال عليها البصره. اي نعم صحيح، نعم صحيح. يعني هذه جزء من كل اللعبه السياسيه والاقتصاديه التي يعاني منها العراق. يعني معدل الفقر متزايد في مثل هذه المدينه الباكله التي يعني سله العراق، هي تعتبر، وبالنتيجة أنها لم تستفاد من نفط العراق، ولم تستفاد أيضا من الشركات الموجودة حتى أن تستطيع أن يعني يعمل مواطني هذه المحافظة مع المؤسسات والشركات اللي قادمة من خارج البلاد، وبالنتيجة هي التي تستثمر في داخل العراق وخاصة في البصرة. هذا أدى كله إلى أن معدل الفقر أكيد سيزداد، وبالنتيجة أيضا يعني معدل الفقر في المناطق الريفية يصل إلى أكثر من 30 أو 31%، معدل الفقر الحضري أكثر من 14%، لو جمعت هذه الأرقام كلها أكيد ستصل إلى أكثر من 40 إلى 50%،
وخاصة الفرد الذي يحصل عليها أيضا منخفضة، يعني هي في حالة انخفاض وليس في حالة ارتفاع. ونحن الآن وفي هذه السنة وعدد السكان هو 38.5 مليون نسمة، وفي كل ما نشير إليها من وجود إيرادات نفطية ومن وجود يعني موارد اقتصادية، ولكن مع الأسف أن الدولة لا تستطيع أن تعمل على حل هذه المشكلات الاقتصادية. وصلت دكتورة هدى، تستطيع حلها. وصلت الفكرة دكتورة هدى فالحة القبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية والدولية، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.